بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم هنبدأ بشابتر 4 من مسار Diagnostic Bacteriology، وهذا الشابتر إن شاء الله هنتكلم فيه عن الـ Enterobacteriaceae Family. عنوان الشابتر Enteric Gram Negative Rods Enterobacteriaceae Family. هنتكلم بشكل أساسي على الـ Enterobacteriaceae في هذا الشابتر، وهي طبعا المختصة بالبكتيريا جرام Enteric Gram Negative Bacilli. طيب ناخذ مقدمه عن الانتيروبكتيريسي. انتروداكشن بقول لي هنا ار انتريك جرام نيجاتيف رودز، هي طبعا لما نقول احنا انتريك المقصود فيها انه هي تعيش في القناه الهضميه للانسان والحيوان، هذا المقصود بمعنى انتريك. فانتريك جرام نيجاتيف رودز اند انتريك بكتيريا ار ذا تيرم يوزد ان ذيس شابتر، بات ذيس بكتيريا مي اولسو كولد كوليفورمز، احيانا يطلق عليها كوليفورم على اساس انه هي المكان الطبيعي لمعيشتها هي امعاء الانسان والحيوان. بيقول لي ار لارج هيتروجينس جروب، هي مجموعه كبيره من البكتيريا المختلفه، هيتروجينس مختلفه في الصفات، وفي جرام نيجاتيف رودز صفاتها الجرام رياكشن هي جرام نيجاتيف، وهي طبعا عصبيه وليست دائريه. whose natural habitat المكان الطبيعي للمعيشة is the intestinal tract of human and animals، المكان الطبيعي لمعيشة هذه البكتيريا هي الإنسان والحيوان. some enteric organisms زي الإشيشا كولاي are part of normal flora، منها بعض الأمثلة زي الإشيشا كولاي تعتبر normal flora، وإحنا حكينا إيش معنات normal flora and incidentally cause disease، بعض الأحيان بتسبب الامراض، وذكرنا ايش الشروط انه النورمال فلورا او النورمال كومنسالز اللي بتعيش في امعاء الانسان عيشه مسالمه، كيف احيانا بيصير لها الصفات وتتغير الظروف فتصبح اوبورتونستيك باثوجينز. فالمقصد هنا انه الشيشه كولاي هي اساسا نورمال فلورا في امعاء الانسان، ولكن عندما يهبط مستوى مناعه الانسان او يمرض او يكون في عنده ظروف معينه زي الاسترس او بعض الامراض المزمنه تتحول هذه الشيشه كولاي من نورمال فلورا الى اوبورتونستيك انفكشنز، او اذا كان انتقلت من مكان الطبيعي اللي هو السمول انتستين او لارج انتستين الى اماكن اخرى زي المجرى البولي، ففي هذه الحاله الشيشه كولاي قد تكون هي مسبب رئيسي لالتهابات المجاري البوليه لانها انتقلت من مكان الطبيعي المفروض هي تكون فيه نورمال فلورا. بعض الممبرز للانتيروبكتيريسي زي السلمونيلا والشيجيلا هي بالاساس مش ممكن تكون هي نورمال فلورا باي حال من الاحوال، وانما هي ريجولارلي باثوجينيك فور هيومن، هي اساسا باثوجينيك والاصل انه يكون براز الانسان خالي من هذه البكتيريا. هذه البكتيريا بيقول لي فاكلتيف ان ايروبس اور ايروبس، هي اختياريه هوائيه او لا هوائيه اختياريه. ferment wide range of carbohydrates، بتعمل fermentation لعديد العديد من انواع الكربوهيدرات. والسيس كومبلكس انتيجينيك ستراكشرز، هي بتحتوي على بروتينات سطحيه وحنذكر هذه بالتفصيل قدام. كومبلكس انتيجينيك ستراكشر تركيب معقد ومركب من البروتينات الانتيجينيك بروتينز، واحنا قلنا انتيجينيك بروتينز يعني اذا دخل جسم الانسان او الحيوان يستطيع هذه البروتينات ان تستفز وتستحق من جهاز المناعه على انه يعمل رد فعل مناعي في داخل جسم الانسان سواء عن طريق الهيومورال اميونيتي او السيلولار اميونيتي. هذه البكتيريا برودوس فاريتي اوف توكسينز اند اذر فيرولنس فاكتورز، ار ذا موست كومن جروب اوف جرام نيجاتيف رودز كالتشرز ان كلينيكال لابوراتوريز، هذه يعني اكثر شيء المختبرات الطبيه او التحاليل الطبيه بتعاملوا معها لانه هي تحتوي على تجمع واسع من انواع البكتيريا في هذا المجال. along with staphylococci and streptococci are among the most common bacteria that cause disease، يعني لو احنا اخذنا عملنا احصائيه على ايش هم اغلب الانواع البكتيريه اللي بتسبب امراض الانسان والحيوان، بنلاقي انه الانتيروبكتيريوس فاميلي بالاضافه الى السافيلوكوكاي والستوكوكاي هم اللي بيسببوا الامراض لغالبيه الامراض الانسان والحيوان. عشان هيك احنا في الدياجنوستيك بكتيريولوجي ركزنا على الجرام بوزيتيف كوكاي على السافيلوكوكاي والستوكوكاي، وحنركز ان شاء الله على الانتيروبكتيريوس بما يخص الجرام نيجاتيف باسيلاي. طيب بالنسبه للكلاسيفيكيشن
بقول لي التاكسينومي بلا الانتيروبكتيريوس از كومبلكس اند رابيدلي تشينج changing since the introduction of techniques that measure evolutionary distance such as nucleic acid and hybridization and sequencing. هو لما كان في بدايه التاكسونومي لما كان مش متقدم كتير كانتش في معروف اكتشافات للبروتينات الدقيقه اللي هي بتنتج من النشاط الجيني لهذه البكتيريا، فكان العمليه التاكسونومي الى حد ما ثابته. ولكن مع تطور العلوم ودخل على التاكسونومي اللي هو المولكيولار تكنيكس والدي ان اي ليفل والمسنجر ار ان اي والامور هذه والسيكونسنج، فاصبح هناك دقه اكثر في عمليه التاكسونومي، وبالتالي مع التطور التقنيات اللي احنا بنستخدمها لتشخيص وتصنيف البكتيريا اصبح هناك سرعه في تغير في التاكسونومي، صار في سرعه في التغير في التاكسونومي لانه عمال بيتم اكتشاف حاجات جديده. ليش؟ لانه التقنيات اللي اصبحت تستخدم هي تقنيات حديثه ودقيقه جدا، فاصبح المكتشف كثير، وبالتالي يصبح وتيره التاكسونومي وتيرته متغيره بسرعه كبيره. على اي حال اللاكتوز فيرمنتيشن از بايوكيميكال اكتيفيتي اوف سام اوف ذيس فاميلي is used strongly in the classification and diagnosis. في هنا صفة للإنتيروبكتيريوسي إنه هذه الفاميلي الممبرز اوف ذيس فاميلي اللي هم البكتيريا اللي تحت يعني تنضوي تحت هذه مع مظلة هذه الفاميلي كلها بتعمل فيرمنتيشن للجلوكوز، ولكن مش كلها بتعمل فيرمنتيشن لللاكتوز. عشان هيك هم اعتبروا إنه اللاكتوز صفة جيدة لعملية التصنيف وعملية الفرز والتفريق ما بين أنواع الانتيروبكتيريوسي فاميلي، لأنه مش كل الأنواع بتقدر إنها تعمل لاكتوز فيرمنتيشن. أما إذا تحدثنا عن الجلوكوز فيرمنتيشن فبنلاقيها إنه جميع الممبرز أوف انتيروبكتيريوسي فاميلي تستطيع إنها تعمل جلوكوز فيرمنتيشن. عشان هيك الجلوكوز فيرمنتيشن يمكن بأي حال من الأحوال إن أنا يعني أستخدمه differentiation between enterobacteriaceae family. في عندي هنا الأمثلة في الجدول الأمامي، في لاكتوز فيرمنتر زي الشيشة كولاي انتيروباكتر كليبسيلا ستروباكتر، في هنا نون لاكتوز فيرمنتر زي السلمونيلا شيغولا بروتياس ويرسينيا، هذول ما فيش عندهم جينات اللي تستطيع انها تعمل تخرج انزيمات تمكن البكتيريا من عمل لاكتوز فيرمنتيشن. في ديليد لاكتوز فيرمنتر يعني هي بتنتج الانزيم اللي بيعمل لاكتوز لكن تنتجه بكميات صغيره جدا، فبالتالي هي ديليد هي متاخره مش سترونج لاكتوز فيرمنتر زي المورجانيلا والبروفيدنسيا والسيراتشيا وما الى ذلك. هذه يعني بعض الامثله على عمليه اللاكتوز فيرمنتيشن لبعض الممبرز للبكتيريوس اللي بتكون بهذه العمليه. طيب لو جينا لا الجنرال كاركترستكس للانتيروبكتيريوسي فاميلي بنلاقي انه الفاميلي هذه لها صفات خاصه فيها وبتدل عليها، ونستطيع من خلال هذه الصفات ان احنا يعني تساعدنا في تشخيص هذه البكتيريا. ومن البدايه عند عمليه تشخيص لجرام نيجاتيف رودز يجب ان نعلم هل هو البكتيريا ينتمي الى الجرام نيجاتيف الى الانتيروبكتيريوسي ولا لا، لانه مش كل جرام نيجاتيف رودز هي تنتمي الى عائله الانتيروبكتيريوسي. وبالتالي لما بكون انا عندي ايزوليشن لبكتيريا من بيشنت سامبلز وعملت زراعه لها وطلعت عندي كولونيز وعملت عليها جرام رياكشن وتبين معايا انه هي جرام نيجاتيف رودز، اول فحص بسويه انه انا لازم اتاكد انه هذه البكتيريا هي تنتمي الى انتيروبكتيريوسي فاميلي او لا تنتمي الى البكتيريا انتيروبكتيريوسي فاميلي. وهذا المهم، هذا الكلام مهم جدا عشان اعرف اكمل الفحوصات اللي انا بدي اشخص البكتيريا فيها. اول خطوه لازم اعرف انه هل البكتيريا اللي امامي الجرام نيجاتيف رودز هي بيلونج تو انتيروبكتيريوسي فاميلي ولا لا تنتمي لها. طيب من خلال ايش؟ من خلال الجنرال كاركترستكس اللي هي تتمتع فيها الانتيروبكتيريوسي فاميلي. ايش الصفات العامه لهذه الفاميلي؟ بيقول لي دي ار جرام نيجاتيف رودز، ماشي هي جرام نيجاتيف رودز either motile with peritrichous flagella or non-motile. يعني ممكن تكون هي motile، إذا motile بتكون الفلاجيلا peritrichous يعني الفلاجيلا محيطة بجميع أجزاء الخلية البكتيرية، أو non-motile ممكن تكون motile أو non-motile.
they grow well in مكونكي أجار، يستطيع الانتيروبكترياسي انها تستطيع تنمو على المكونكي أجار. وانتوا اخذتوا ايش يعني المكونكي أجار، حقيقة حني برضو حنحكي عنه شوية بالتفصيل. they grow grow aerobically and anaerobically، ليش؟ لان احنا حكينا انه هي facultative and aerobes. طيب they ferment rather than oxidize glucose، استخدامها واستهلاكها للجلوكوز عبر الفيرمنتيشن وليس الاكسديشن، عبر الفيرمنتيشن وليس الاكسديشن. وهذه مهم، هذه خاصيه مهمه جدا للتفريق ما بين الانتيروبكترياسي ممبرز من فروم نون انتيروبكترياسي ممبرز، انه الانتيروبكترياسي ممبرز البكتيريا تنتمي لهذه العائله كلها تستطيع عمل جلوكوز فيرمنتيشن وليس اوكسيدايزنج. واحيانا في غالب الاحيان بينتج عن هذه الفيرمنتيشن انتاج غازات. طيب they are oxidase negative، هذول اوكسيدايز نيجاتيف، وهذه كمان اشاره مهمه جدا انه هي البكتيريا هذه اوكسيدايز نيجاتيف، يعني انه هي من عائله الانتيروبكتيريسي. اوكسيدايز بوزيتيف اللي هي زي سودوموناس هي جرام نيجاتيف رودز، ولكنها لا تنتمي الى الانتيروبكتيريسي فاميلي. واذا فحصنا الاوكسيديز تيست هنلاقيها اوكسيديز تيست بوزيتيف سودوموناس، لانها لا تنتمي الى هذه العائله. والسودوموناس تستهلك الجلوكوز بواسطه الاوكسيديشن وليس الفرمنتيشن، وهكذا. طيب اول ار جلوكوز فرمنترز، كل اعضاء الفرمنت الانتيروبكتيريسي هم جلوكوز فرمنترز. دي ريدوس نايتريت تو نايترايت، النايتريت ان او 3 نيجاتيف، وبيتم عمل تستطيع عمل ريدكشن الها تو ان او 2 نيجاتيف اللي هو من نايتريت تو نايترايت. they are كاتاليز بوزيتيف، they are كاتاليز بوزيتيف. وكاتاليز بوزيتيف التست هذا احنا مر معنا قبل هيك في الجرام بوزيتيف كوكا، عشان هيك قلنا اذا بتتذكروا حكينا قلنا مش كل اللي قبل ما اعمل كاتاليز تست لازم اعمل اعرف الجرام رياكشن تبعي، فبنفعش ان انا اسوي الكاتاليز تست واقول ان هذه ستافيلوكوكس او ستريبتوكوكس بناء على انه الكاتاليز تست بوزيتيف ونيجاتيف. لا، لازم اكون عامل انا عارف الجرام رياكشن تبعت البكتيريا تبعتي عشان ما توهش وتكون الامور ماشيه في السليم معايا. طيب هذا اللي ما سبق هي جنرال كاركترستكس للانتيروبكتيريس، يعني ايش؟ يعني جميع اعضاء هذه الفاميلي البكتيريا الصفات هذه مشتركه ما بينهم، هذه صفات مشتركه بينهم، مشتركه بينهم يعني بقدرش اجيب اي صفه من هذه الصفات للتفريق ما بين الانتيروبكتيريسي ممبرز. ليش؟ لانه هي مشتركه، انا بدور على الاختلافات للتفريق ما بينهم. طيب نيجي للمورفولوجي اند ايدنتيفيكيشن. بالنسبه للمورفولوجي بيقول لي تيبيكال مورفولوجي از سين ان جروث اون سوليد ميديا ان فيترو، بط مورفولوجي از هايلي فاريبل ان كلينيكال سبيسمنت. بالنسبه للاشكال اللي احنا بنشوفها لهذه البكتيريا تحت الميكروسكوب لما بناخذ البكتيريا من صحن اجار ممكن تكون مختلفه شويه عن البكتيريا اللي بتكون في الكلينيكال سامبلز. الكلينيكال سامبلز يعني السامبلز اللي انا باخدها، اللي انا بناخدها بكون من المريض، يعني عينه بول، عينه صديد، عينه دم وما الى ذلك. طيب الكابسولز ار لارج اند ريجولار ان كليبسيلا، الكليبسيلا من ضمن الانتيروبكتيريسي فاميلي، والكليبسيلا هذه معروفه ان هي كابسول بروديوسر، تنتج الكبسول وبتكون كبيره ولارج، والمفروض في المختبر اللي اخذتوه في الميكروبيولوجي واحد انتوا صبغتوا الكبسول وعارفين كيف بتشوفوها تحت الميكروسكوب. لسو ان انتيروباكتر، الانتيروباكتر تنتج كبسول ولكن بنطاق اقل، بمعنى تكون ثن يعني رقيقه واصغر من الكبسول بتاعت الكبسله. اند انكومون ان اذر سبيشيز، بعض السبيشيز من الانتيروباكتريسي اساسا هي لا تنتج الكبسول. طيب الكربوهيدرات فرمنتيشن باترن اند اكتيفيتي اوف امينو اسيد ديكاربوكسيليزز اند اذر انزيمز ار يوزد ان بايوكيميكال ديفرنشيشن. واحنا قلنا بالنسبه للديفرنشيشن التفريق ما بين الانتيروبكتيريسي ممبرز بندور وين الاختلافات. طب الاختلافات هذه بتكون في ايش؟ اختلافات كثير منها بتكون في البايوكيميكال كاركترستكس وبالتالي في الميتابوليزم تبعها، وبالتالي انا بدور وين في البكتيريا هذه تنتج انزيم هذه لا تنتج انزيم، فانا بدور على هذا الانزيم وبالتالي بعرف اذا هو نيجاتيف مين بتكون واذا بوزيتيف مين بتكون. وبالتالي ينطبق هذا الكلام على العديد من الانزيمات التي تنتج بعضها من هذه البكتيريا والتي لا تنتج بعض الاخر، وبالتالي من خلال الاختلاف هذا بستطيع تفريق ما بينهم. طيب
سام تيست زي الاندول والميثايل ريت وما الى ذلك، كل هذا حتاخذوه في المختبر للتفريق ما بين الانتيروبكتيريوس الفاميلي، مش حنتطرق له الان. بقول لي كلتشر اون ديفرنشال ميديا ذات كونتين سبيشال دايز اند كربوهيدرات زي الاوزين ميثيلين بلو والماكونكي والديكسيكوليت ميديوم، هذول كلهم بيعملوا ديستنجوشن للاكتوز فيرمنتر فيرمنتنج كولونيز. اللي قلنا قبل احنا اكمل شريحه انه اللاكتوز فيرمنتيشن هو من اساسيات الفحوصات اللي احنا بنستخدمها للتفريق ما بين الانتيروبكتيريوس فاميلي، لانه مش كل الانتيروبكتيريوس ممبرز بتعمل فيرمنتيشن لللاكتوز، وطبعا في العديد من الاختلافات الاخرى. وهذا الكلام استفدنا منه بايش؟ استفدنا منه ان احنا بدينا نصمم بعض الاوساط البكتيريه ونضع فيها اللاكتوز ونشوف مين بخمر ومين بخمرش. طبعا اللاكتوز تخميره بينتج عنه احماض عضويه، وبالتالي البي اتش بينزل بيصير الوسط حامضي. احنا بنكون حاطين انديكيتور كاشف، هذا الكاشف بيكون يتغير لونه حسب البي اتش، فبكون مثلا بياخذ اللون اللي في المتعادل بياخذ اللون الازرق او بياخذ اللون الاحمر، وفي الحامضي بيصير لون اصفر. وبالتالي لما انا بلاقي ثاني يوم تحول اللون الاحمر الى اللون الاصفر معناته في احماض عضويه انتجت. طيب الاحماض العضويه انتجت من وين؟ انتجت من في صار عندي فيرمنتيشن للكربوهيدرات. طب انا ما حطيتش كربوهيدرات الا اللاكتوز، يبقى معناته هذا الميكروب بيخمر اللاكتوز، ودلاله تخمره انتاج الاحماض العضويه. دلاله انتاج الاحماض العضويه هو التغير في لون الانديكيتور اللي انا حطيته. هنا في عندي مثال على الكلام اللي احنا بنحكيه اللي هو الماكونكي اجار. ماكونكي اجار هذا احنا بنقول عنه از ديفرنشال اند سيلكتيف ميديا، هو انتقائي واختياري، انتقائي واختياري. طيب ليش انتقائي؟ انتقائي لانه يسمح بنمو الجرام نيجاتيف رودز ولا يسمح بنمو الجرام بوزيتيف كوكاي. يسمح بنمو الجرام نيجاتيف رودز ولا يسمح بنمو الجرام بوزيتيف كوكاي. طب هو ليش لا يسمح بنمو الجرام بوزيتيف كوكاي؟ لانه انا حاطط فيه او البايل سولت، البايل سولت والكريستال فايلت، هذول البايل سولت والكريستال فايلت هذول سيلكتيف ايجنتس. ايش يعني سيلكتيف ايجنتس؟ هذول بيعملوا انهبيشن للجرام بوزيتيف كوكاي من النمو. اذا اي ميكروب ينمو على الماكونكي اجار هو بالضروره جرام نيجاتيف باسيلاي، جرام نيجاتيف باسيلاي. ليش؟ لانه الجرام بوزيتيف لا تستطيع انها تنمو على الماكونكي. ليش لا تستطيع؟ لانه انا ضايف اشياء تمنع نمو الجرام بوزيتيف كوكاي اللي هي البايل سولت والكريستال فايلت. طيب هذا عشان هيك احنا قلنا هو سيلكتيف. طب ديفرنشال ليش؟ ديفرنشال لانه بيفرق ما بين اللاكتوز فيرمنتر والنان لاكتوز فيرمنتر. كيف يعني؟ لانه البكتيريا اللي بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن لازم بالضروره تنتج احماض عضويه. طيب تمام، انتجت احماض عضويه، الان الاحماض العضويه اللي في الوسط حتغير لون النيوترال ريد، النيوترال ريد هذا اللي هو الكاشف، حتتغير من اللون الاحمر الى اللون الزهري. وبالتالي اذا انا بشوف اللون الاحمر تبع الماكونكي ماكونكي اجار تغير من اللون الاحمر الى اللون الزهري معناته في احماض عضويه انتجت. طيب انا ما حطيتش الا اللاكتوز كسكر، وبالتالي لا يمكن الا ان يتم تفسير هذا الكلام على انه ما فيش تفسير الا الطريقه هذه، انه هذه البكتيريا استطاعت انها تخمر اللاكتوز، ناتج تخمر اللاكتوز انتاج احماض عضويه، الاحماض العضويه نزلت من قيمه البي اتش فتغير لون النيوترال ريد من الاحمر الى الزهري. انا عندي هنا الشق اليسار هذه بكتيريا لاكتوز فيرمنتر. طيب هذه البكتيريا نون لاكتوز فيرمنتر، لاحظوا انه البكتيريا نون لاكتوز فيرمنتر لم تستطع انها تعمل فيرمنتيشن للاكتوز، وبالتالي لم ينتج عندي هنا احماض عضويه، وبالتالي لم يتغير لون النيوترال ريد، وبالتالي بقيت هذه الالوان اللون اللي انتم شايفينه. طيب في المقابل على الجهه الشمال البكتيريا هذه از لاكتوز فيرمنتر، وبالتالي ايش اللي صار؟ اللي صار انه تم انتاج الاحماض العضويه الناتجه عن تخمر اللاكتوز، وبالتالي تغير اللون عندي الى اللون الزهري، وهذا كمان صار في صوره من صور انتاج الاحماض العضويه انه صار في باي بريسيبيتيشن،
ترسيب للبايض، وهي طبعا هذا الكلام كان بياخذ الشكل اللون الزهري اللي احنا شايفينه امامنا. بقول لي هنا is used for isolation and differentiation of gram negative bacilli. Lactose is fermentable carbohydrate during lactose fermentation. Local pH يعني مقصود فيه pH اللي حوالين الكولوني نفسها. Local pH الدروب يعني بينزل قيمة pH. طبعا احنا بنعرف ان لما pH بينزل هو يميل الى الحامضية. ليش؟ لانه في احماض عضوية انتجة. فاللوكال pH drop around the colony causes color change in the pH indicator اللي هو neutral red and bile precipitation. اذا في عندي اللون تغير اللي هو neutral red من اللون الاحمر الى الزهري، بالاضافة الى ذلك صار في bile precipitation ترسيب للبايل. طيب اللي في كمان اضافه صوديوم كلورايد مينتين ذا اوزموتيك انفايرمنت، طبعا هذا من ناحيه السلكتيفيتي ضد الجرام بوزيتيف كوكاي. وبالتالي هنا المكون كاجار يعني من ضمن الاوساط البكتيريه الاساسيه التي لا نستطيع الاستغناء عنها في تشخيص بكتيريا الانتيروبكتيريسي نهائيا، ولانه هو بالاساس لازم انا اعرف البكتيريا الانتيروبكتيريسي تبعتي هل هي لاكتوز فرمنتر او نون لاكتوز فرمنتر من البدايه قبل ما اخش في العديد من ايه من الفحوصات اللي بفرقها ما بين الاعضاء هذه المجموعه او هذه العائله. وبالتالي من البدايه لما انا بعرف ان انا اللي عندي انتيروبكتيريسي ممبر لازم اخش بدايه على اللاكتوز فرمنتيشن، وهناك العديد من الفحوصات تكشف عن اللاكتوز فرمنتيشن، لكن المكون كأدار هو اسهلها واصلها. طيب احنا لما نيجي الان نتحدث عن الانتيجينيك ستراكشرز للانتيروبكتيريسي فاميلي، بيقول لي الانتيروبكتيريسي هاف كومبلكس انتيجينيك ستراكشر و they are classified by more than 150 different heat stable somatic or live polysaccharide antigen. يعني هنا في عندي ثلاث اصناف من الانتيجينيك ستراكشرز للانتيروبكتيريسي. الصنف الاولاني اللي هو بنسميه heat stable somatic ore. somatic ore يعني مقصود فيه لو احنا جينا نعرف ايش يعني somatic. somatic معناتها جسدي. ايش يعني جسدي؟ يعني انه الاو انتيجين ينتمي الى 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 الخليه، تركيبه الخليه نفسها، جزء من تركيبه الخليه نفسها، فبنقول عنه الاو انتيجين. وبالتالي هو اللايبوبوليساكرايد، واحنا بنعرف انه في اللايبوبوليساكرايد هي جرام نيجاتيف باسيلاي، وقلنا اللايبوبوليساكرايد اذا بتتذكروا في محاضرات الجرام بوزيتيف قلنا هي موجوده في الجرام نيجاتيف بكتيريا وهي من ضمن التوكسينز اساسا. ففي عندي هيت ستيبل سوماتيك او انتيجين، هيت ستيبل سوماتيك او انتيجين، يبقى هذا هو اللي هو الانتيجين او الكلاسيفيكيشن الاول. طيب الكلاسيفيكيشن الثاني للانتيجينز اللي تابع للانتيروبكتيريسي قال لي مور ذان 100 هيت لابايل كي انتيجين. هيت لابايل يتاثر بالحراره، هيت ستيبل لا يتاثر بالحراره، ثابت في الحراره. الهيت لابايل هذه هي كابسولار انتيجين، يا كابسولار انتيجين بنسميها كي انتيجين، كابسولار انتيجين. طيب الكلاسيفيكيشن الثالث اللي هو الاتش او فلاجيلر انتيجين، اتش او فلاجيلر انتيجين هذه اكثر من نوع، من 50 نوع. الكي انتيجين اكثر من 100 نوع، الاو انتيجين اكثر من 150 نوع. وبالتالي طبعا ليش احنا بنقول اكثر؟ لانه كل ما تطور العلم كل ما استطعنا ان احنا يعني عن طريق السيكونسنج عن طريق الجينات نستطيع ان احنا نكتشف العديد من البروتينات اللي هي الانتيجينيك بروتين اذا بتتذكروا. وقلنا انتيجينيك بروتين يعني ايش؟ انتيجينيك بروتين انه اذا دخلت هذه البروتين الى جسم الانسان او الحيوان يستطيع ان يستفزه مناعيا وينتج ضده رد فعل مناعي، هذا المقصود بالانتيجينيك ستراكشرز او انتيجينيك بروتين اللي هي خاصه بهذه المجموعه من البكتيريا. طيب نتكلم شويه عن الاو انتيجين. بقول لي الاو انتيجين are most external part of the cell wall lipocytolyte، واحنا قلنا الكلام هذا مش جديد. while each genus للانتيروبكتيريسي is associated with a specific O group single organism may carry several O antigen. الآن لقوا انه مبدئيا each genus كل genus من الانتيروبكتيريسي بيحمل O antigen او O groups specific فيه، خاصة فيه، يعني زي بصمة له. وبالتالي الجينس العديد من الجينس اللي هم تابعين للانتيروبكتيريسي بيحملوا كل جينس منهم سبيسيفيك او جروبس خاص به.
هذا نصيبه، هذا البصمه تبعته. لكن وجدوا حديثا انه ممكن يكون الاورجانيزم الواحد بيحمل سيفرال او انتيجينز، ممكن ياخذ انتيجينز من الجينس هذا ومن الجينس هذا ويكون عنده ان النوعين من الاو انتيجينز اللي هو يتبع اكثر من جينس. طيب بقول لي داسموس شيجيلا مثال عليه، الشيجيلا معظمها شير وان اور مور او انتيجين وذ الشريشا كولاي. طيب الشيجيلا جينس والشريشا كولاي جينس مختلف، لكن وجدوا انه الشيجيلا تشارك الشريشا كولاي في اكثر من او انتيجين. طيب طبعا هذا معناته بصعب الامور علينا في الكلاسيفيكيشن بناء على الاو انتيجين. طيب الشريشا كولاي مي كروس رياكت ويذ سام بروفيدنسيا كليبسيلا اور سالمونيلا سبيشيز. كمان اللي بقول الشريشا كولاي ممكن انها تشارك البروفيدنسيا والكليبسيلا والسالمونيلا سبيشيز بما يخص الاو انتيجين. طيب الاوكيجينالي احيانا الاو انتيجين مي بي اسوسييتد وذ سبيسيفيك هيومن ديزيز، لقوا انه بعض الاو انتيجين متزامن وملاصق لبعض الانواع البكتيريا اللي تسبب امراض الانسان. يعني ايش الكلام هذا؟ يعني بنلاقوا انه اذا البكتيريا تحمل هذا الانتيجين معناته هذا البكتيريا باثوجينيك، وهو صفه ملاصقه للباثوجينيسيتي لبعض انواع النيتروبكتيريوسي. مثال عليه سبيسيفيك او تايبس اوف شيشا كولاي. سبيسيفيك في بعض الانواع من الاو تايبس اللي موجوده على شيشا كولاي، هذه اذا موجوده معناته ميكروب باثوجينيك. مالها؟ قال لك ار فاوند ان دايريا اند ان يورينري تراكت انفكشن، لقوها انه هذه الاو انتيجينز اللي احنا ذكرناها سبيسيفيك او انتيجينز اذا موجوده معناته هذه البكتيريا الشيشا كولاي اللي احنا بنقول عنها نورمال فلورا هذه ممكن تكون حتكون باثوجينيك وتسبب دايريا وتسبب يو تي اي. طيب بالنسبه للكي انتيجينز قال لك ار اكسترنال تو او انتيجين، ليش؟ لانها هي كبسولار انتيجين ومش موجوده في كل النيتروبكتيريوسي. سم ار بوليساكورايدز انكلودينج كي انتيجين في الشيشا كولاي، اذرز ار بروتينز، ممكن تكون هي بوليساكورايد ممكن تكون بروتينز، زي تكون بوليساكورايد في الشيشا كولاي، طبعا بتكون بعض الانواع من الشيشا كولاي وتكون قليله صغيره ورقيقه. الكي انتيجين مي بي اسوسييتد وذ فيرولانس، طبعا احنا حكينا الفيرولانس فاكتور والكي انتيجين اللي هو الكبسول هو من الفيرولانس فاكتور، واحنا فاهمين ايش قصه الفيرولانس فاكتور والكلام هذا. الكليبسيلا طبعا من اشهر انواع البكتيريا اللي تدير بكتيريوس اللي بتكون كبسول وتتكون هي لارج كبسول كونسيستنج اوف بوليساكرايد، وقلنا انه الكبسول ممكن تكون بروتين وممكن تكون بوليساكرايد. وكفرنج سوماتيك انتيجينز اند كان بي سوماتيك انتيجين هو او انتيجين اند كان بي ايدنتيفايد باي كبسولار سويرنج تيست، وهذا كلام احنا ذكرناه قبل هيك وعارفينه. الاتش انتيجين اللي هو الفلاجيلر انتيجين are located on flagella and are denatured or removed by heat or alcohol. إذا بدنا نتخلص من الفلاجيلا اللي هو الاتش انتيجين نتخلص عن طريق الحرارة أو الكحول. Within single serotype flagellar antigen may be present in either or both of two forms. إذا في عند الميكروب الواحد ممكن ألاقي نوعين من الفلاجيلار انتيجينز أو الاتش انتيجين أو نوع واحد. النوعين سميناهم phase 1 و phase 2. طيب كيف نفرق بينهم؟ قال لك الفيز 1، الفيز 1 conventionally designated by lower case letter. ايش يعني lower case letters؟ اللترز اللي هم ايه؟ الاحرف. الاحرف في عندي الاحرف الكبيره capital letter وفي lower case letter، فلما انا بقول A capital A او small A فهو قال لك lower case letter يعني small letters. فالsmall letters هذه يعني تشير الى الفيز 1 للاتش انتيجين، تشير الى الفيز 1 اوف اتش انتيجين. زي ما انتم شايفين هنا في عندي A ودي وسي، هذول والجي والام، هذول مالهم؟ هذول سمول لترز مش كابيتال لترز، هذول بنسميهم لو كيس لترز. هذول مالهم؟ هذول يشيروا الى اللي هو الفيز 1 للاتش انتيجين. طيب والفيز 2 قال لك الفيز 2 كونفيدنشال ديزاين باي ارابيك نيوميريكال نيوميرالز، يعني الارقام العربيه اللي انتم شايفينها هنا اللي هي مش بالبولد اللي هي بالخط العادي 1 و5 1 و2 هذه تشير الى فيز 2 للاتش انتيجين. يبقى انا في عندي فيز 1 يشار اليه بالسمول انجلش لترز، بالسمول انجلش لترز. طيب والفيز 2، فيز 2 يشار اليه بالارقام العربيه، الارقام هذه عربيه مش انجليزيه، هذه الارقام عربيه، والارقام اللي احنا بنقول عربيه هي ارقام هنديه بالمناسبه.
طيب هذا بالنسبة للـ H antigen. طيب الـ organisms tend to change from one phase to other. This is called phase variation. هذا كلام احنا ذكرناه وقلنا انه phase variation او antigenic variation موجود عند البكتيريا ويستطيع انه ياخذ فيز 1 تو فيز 2 وهكذا، وطبعا بصعب عمليه العلاج. الانتيجينيك كلاسيفيكيشن اوف انتيروبكتيريسي اوفن انديكيتس ذا بريزنس اوف ايتش سبيسيفيك انتيجين. بقول لي هنا انه عمليه الكلاسيفيكيشن بناء على الانتيجينات هذه ممكن تساعدنا في التعرف على البكتيريا بناء على السبيسيفيك انتيجين الموجود عليها. بس انتيجينيك فورميولا of an Escherichia coli may be O55 إلى K5H21. إيش يعني الكلام هذا؟ يعني الآن من خلال الانتيجينيك ستراكشر الموجودة على Escherichia coli أنا بقدر أشخص هي مين من Escherichia coli. فلما بقول لي مثلا هنا زي ما أنتم شايفين O55 يعني السوماتيك O انتيجين رقم 55. طبعا هذا في الكلاسيفيكيشن بيعني الكثير إذا كنا إحنا عارفين الكلاسيفيكيشن تبعها. يبقى هذه البكتيريا تمتلك الاو او السوماتيك او انتيجين رقم 55 والكابسولر انتيجين رقم 5 والاتش الفلاجيلر رقم 21. رقم 21 يعني مين؟ يعني فيز 2، لان احنا ذكرنا هنا قلنا انه فيز 1 هو السمول لتر، فيز 2 اللي هو ارابيك نيوميرالز، وبالتالي هنا بقول انه هذه البكتيريا تحمل الاو انتيجين 55، كابسولار انتيجين رقم 5، والفلاجيلر انتيجين فيز 2 رقم 21. طيب نيجي للسلمونيلا الثانيه، قال لك الاو رقم 1 او السوماتيك او انتيجين رقم 1 و4 و5 و12. يعني هذه البكتيريا السلمونيلا هذا النوع السبيسيفيك سبيشيز هنا تحتوي على السوماتيك او انتيجين رقم 1 و4 و5 و12 والاتش انتيجين اللي هو تحتوي على فيز 1 اللي هو سمول لتر بي والفيز 2 1 و2. فهيك انت بتقرا الانتيجين لهذا الميكروب، بتقرا ضروري انك انت تعرف ايش يعني هذه الارقام اساس انه انت تكون فاهم هو بيتكلم هنا الاتش بي ايش يعني والواحد واثنين ايش يعني والامور هذه تكون انت فاهم ايش المقصود فيها. طيب نيجي لحاجة اسمها كوليسينز أو بكتيريوسينز. بقول لي ماني جرام نيجاتيف بكتيريا أورجانيزم بروديوس بكتيريوسينز. طب إيش هي بكتيريوسينز؟ قال لك البكتيريوسينز هذه مواد بروتينية تنتجها بعض الأنواع البكتيرية لقتل أنواع قريبة منها. يعني ممكن تكون انتيروبكتيريسي تقتل انتيروبكتيريسي الثانية. طب هي ليش بتقتلها؟ بتقتلها لأنه في تنافس على الغذاء في عندها في الوسط اللي بتعيش فيه في الامعاء او ايا كان المكان في تنافس على الغذاء، وبالتالي هي بتنتج بكتيريوسينز لقتل اللي هم الكلوزلي ريليتد اورجانيزمز. طبعا هذا الكلام مش كل البكتيريا تستطيع انتيروبكتيريس تستطيع انها تنتج البكتيريوسينز. طيب بيقول لي ديز بكتيريسيدال المصطلح هذا المقصود فيه اللي هو المواد التي تستطيع قتل البكتيريا. بكتيروستاتيك اللي هي المواد التي تستطيع وقف نمو البكتيريا وليس قتلها. فانا عندي هذه المواد هي بكتيريوسيدال سبستانسز ار برودوس باي سيرتين سترينز اوف بكتيريا، بعض السترينز مش كلها اكتف اجنست سم اذر سترينز اللي هم كلوزلي ريليتد سبيشيز. يعني هي سبيشيز يعني هي تقتل ابناء عمومتها، هي تقتل ابناء عمومتها في الفاميلي هذه. This production is controlled by plasmid. هذا الجينات اللي تحمل شفرة إنتاج البكتيريوسينز موجودة على البلازميد، وبعض الأنواع الحقيقة موجودة على الكروموزوم الـ DNA للبكتيريا. في عندنا الكوليسينز موجود في الشوكولاي، المارسينينز السيراسة تنتجه، بيوسينز تنتجه السودوموناس. طبعا السودوموناس احنا لازم نتذكر انه هي نون انتيروبكتيريسي عشان تكونوا متذكرين. يعني بكتيريوسينز producing strains are resistant to their own bacteriocins. طبعا اللي بتنتج بكتيريوسينز هي بتكون مقاومة له، وعشان هيك بكتيريوسينز can be used for typing the organism. لو انا عندي مثلا بكتيريوسينز A وبكتيريوسين B وبكتيريوسين C، طيب تمام الان انا عندي بكتيريا انا مش عارف ايش نوعها، طيب بتقوم انت بتحط البكتيريوسين A على الثلاث انواع هذول،
فرضا انه ثلاث انواع هذول ماتوا بهذا الميكروب، اذا ولا واحد من هذا الميكروب ينتج ايه، وبالتالي مش هو اللي بينتج ايه. طيب لو حطينا البي لقينا انه النوع الاولاني ما ماتش والنوعين الثانيين ماتوا، معناته النوع الناتج هو اللي بينتج بي، وبالتالي من معرفتك للبكتيروسين بي تستطيع انك انت تعرف البكتيريا اللي ما ماتتش يبقى هي منتجه له، وبالطريقه هذه انت تعرف تشخص البكتيريا بواسطه البكتيروسينز. طيب في بعض التوكسينز والانزيمات تنتجها البكتيريا، موست جرام نيجاتيف بكتيريا بوسيس كومبلكس لايبو اندوتوكسينز هاف فاريتي اوف باثوفيزيولوجيكال افكت، طبعا يعني تنتج توكسينات وهذا كلام مش جديد علينا، وهذه التوكسينز لها تاثيرات سامه ومضره للانسان والحيوان. ماني جرام نيجاتيف انتريك بكتيريا اولسو برودوس اكزوتوكسينز، كمان بتنتج اكزوتوكسين، يعني هي بتنتج اندوتوكسين واكزوتوكسينز، وطبعا الاكزوتوكسينز هذه اوف كلينيكال امبورتنس، يعني لها مساوئ ولها تسبب امراض يعني مهمه للانسان والحيوان. هذا اللي ذكرناه احنا كله بما يخص فكره عامه عن الانتيروبكتيريوس فاميلي. ان شاء الله في المحاضره القادمه سنتكلم عن بعض الممبرز لانتيروبكتيريوس بالتفصيل زي الشيشه كولاي والكليبسيلا والبروتياس وما الى ذلك، وان شاء الله حنكون في تفصيل اكثر لكل نوع بعينه وكيف بنشخصه وايش صفاته. كل اللي ذكرناه السابق بالنسبه للانتيروبكتيريوس فاميلي هي خواص عامه وصفات عامه ضروري جدا تكون انت عارفها عشان تقدر تشخص الميكروب وتعرف انه هو داخل هذه الانتيروبكتيريوس فاميلي ولا لا. نكتفي بهذا القدر وان شاء الله بنكمل المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.